يا من يروم تلاوة القرآن. نونية السخاوي. يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان. لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان. للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. فإذا همزت فجئ به متلطفا من غير ما بهر وغير تواني. وامدد حروف المد عند مسكن أو همزة حسنا أخا إحساني. والمد من قبل المسكن دون ما قد مد للهمزات باستيقان. والهاء تخفى فجل في إظهارها في نحو من هاد وفي بهتان. وجباههم ووجوههم بين بلا ثقل تزيد به على التبيان. والعين والحاء مظهر والغين قل والخاء حيث تقارب الحرفان. كالعهن أفرغ لا تزغ نختم ولا تخشى وسبحه وكالإحسان. والقاف بين جهرها وعلوها والكاف خلصها بحسن بيان. إن لم تحقق جهر ذاك وهمس ذا فهما لأجل القرب يختلطان. والجيم إن ضعفت أتت ممزوجة بالشين مثل الجيم في المرجان. والعجل واجتنبوا وأخرج شطأه والرجس مثل الرجز في التبيان. والفجر لا تجهر كذاك وكاشترى بين تفشيه مع الإسكان. وكذا المشدد منه نحو مبشرا أو غير ذاك كقوله في شاني. والياء وأختاها بغير زيادة في المد كالموفون والميزان. وبيانها إن حركت كلسعيها وكبغيكم والياء في العصيان. وكمثل أحيينا ويستحيي ومثل الغي يتخذوه في الفرقان. لا تشربنها الجيم إن شددتها فتكون معدودا من اللحان. في يوم مع قالوا وهم ونظير ذا لا تدغموا يا معشر الإخوان. والواو في حتى عفوا ونظيره إدغامه حتم على الإنسان. والضاد عال مستطيل مطبق جهر يكل لديه كل لسان. حاشا لسان بالفصاحة قيم ذرب لأحكام الحروف معاني. كم رامه قوم فما أبدوا سوى لا من مفخمة بلا عرفان. ميزه بالإيضاح عن ظاء ففي أضللن أو في غيض يشتبهان. وكذاك محتضر وناظرة إلى وولا يحض وخذه ذا إذعان. وأبنه عند التاء نحو أفضتم والطاء نحو اضطر غير جبان. والجيم نحو اخفض جناحك مثله والنون نحو يحضن قسه وعاني. والراك وليضربن أولى منك فضل الله بين حيث يلتقيان. وبيان بعض ذنوبهم واغضض وأنقض ظهرك اعرفه تكن ذا شاني. وكذا بيان الصاد نحو حرصتم والظاء في أوعظت للأعيان. إذ أظهروه وأدغموا فردت فاتبع في القرآن أئمة الأزمان.
واللام عند الراء أدغم مشبعا محضا إذ الحرفان يقتربان في نحو قل ربي وما عن نافع فيه وعاصم امح القولان وبيانه في نحو فضلنا على رفق لكل مفضل يقضان وبقل تعالوا قل سلام قل نعم وبمثل قل صدق علو في التبيان والنون ساكنة مع التنوين قد شرحا معا في غير ما ديواني وشرحت ذلك في مكان غير ذا فأنا بذاك عن الإعادة غاني والراء صن تشديده عن أن يرى متكررا كالراء في الرحمن والدال ساكنة كدال حصدتم أدغم بغير تعسر وتواني ولقد لقينا مظهر ولقد رأى والمدحضين أب بكل مكان والودق ودفع يدخلون وقد نرى والتاء أدغم عند طائفتان وكذا أجيبت واستطعت مبين وكنحو أتقن فه بلا كتمان والظا لدى فاء ونون مظهر يحفظن أظفركم بلا نسيان والذال إذ ظلموا ظلمتم ليس في القرآن غيرهما فمد غمان وإذا يلاقي الراء بين ذا وذا في نحو ذر ونذرت للرحمن وبمذعنين وفي أخذنا واذكروا والثاء عند الخائف الإثخان بين وأعثرنا لبثنا تثقفنهم كذاك وأيها الثقلان وصفير ما فيه الصفير فراعه كالقسط والصلصال والميزان والفاء مع ميمك تلقف ما أب والواو عند الفاء في صفوان والميم عند الواو والفاء مظهر هم في وعند الواو في ولدان لكن مع الباء في إبانتها وفي إخفائها رأيان مختلفان وتبين الحرف المشدد موضحا مما يليه إذا التقى المثلان كاليم ما والحق قل ومثال ظللنا لكيما يظهر الأخوان وإذا التقى المهموس بالمجهور أو بالعكس بينه فيفترقان والهمس في عشر فشخص حثه سكت وجهر سواه ذو استعلان رتل ولا تسرف وأتقم واجتنب نكرا يجيء به ذو الألحان وارغب إلى مولاك في تيسيره خيرا فمنه عون كل معاني أبرزتها حسناء نظم عقودها در وفصل درها بجماني فانظر إليها وامقا متدبرا فيها فقد فاقت بحسن معاني واعلم بأنك جائر في ظلمها إن قستها بقصيدة الخاقاني.